السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأها بأبرز العناوين. تخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 234 أسرة بحرينية. المرور ينظم حملات ميدانية في شوارع المملكة للتوعية بإجراءات السلامة في الصيف. وبنك الإسكان يعلن عن حجز 75% من المرحلة الأولى لدرة العيون خلال ثلاثة أسابيع. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 234 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر يونيو 2020 من العام الحالي. وأوضح وزير الأشغال أن هذه القرارات تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة. أصدرت وزيرة الصحة السيدة فائقة بن سعيد الصالح قرارا بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت التي تحتوي على شواط، وذلك لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وقد حدد القرار الالتزامات الواجب اتباعها من قبل إدارة المنشأة التي تدير الشاطئ كالتالي. وفي إطار الخطط والبرامج التي تنفذها الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى الوعي المروري وتحت شعار صيف آمن بلا حوادث، أكد مدير إدارة الثقافة المرورية السيد صلاح محمد شهاب استمرار تنظيم مبادرة شكرا. وأشار مدير إدارة الثقافة المرورية إلى أنه سيتم تنظيم حملات ميدانية في شوارع المملكة تشمل فحص الإطارات والتأكد من سلامتها، وذلك حفاظا على سلامة السائق والركاب، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشاد حول كيفية التصرف في حال تعطل المركبة على الطريق لضمان عدم وقوع حوادث مرورية بسبب التعامد الخاطئ مع الموقف.
وأكد مدير إدارة الثقافة المرورية على ضرورة إجراء الفحص الدوري للمركبات والفحص الفني والتسجيل السنوي في الإدارة العامة للمرور، التي تعتبر إحدى الخطوات الهامة لمعرفة مدى مؤامة المركبة لمعايير السلامة العامة. أعلن بنك الإسكان عن حد 75% من المرحلة الأولى لمشروع ديرة العيون، الذي يقدم حلولا سكنية مثالية للمواطنين البحرينيين المدرجين ضمن برنامج مزايا والخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان، وذلك خلال 3 أسابيع فقط من طرح تلك المرحلة أمام المواطنين. ومنذ الإعلان عن المشروع قضي بإقبال كبير من المهتمين الذين عمدوا إلى حجز المواعيد رقميا عبر استخدام تطبيق سكيبلاينو للهواتف الذكية اتباعا للإجراءات الاحترازية لخفض انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والمساهمة في الحد من حدوث أي تزاحم، نظرا لحجز المواعيد بالكامل لدى كل من مكتب المبيعات وفرع البنك. كما تمت عملية حجز الفلل بمختلف أنواعها ضمن كافة المواقع بسلاسة. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. عقد ورش عمل لتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة. أعلنت جمعية المرسى لحقوق الإنسان عن تنظيمها للبرنامج التدريبي كوادرنا الحقوقية لتطوير المهارات الأساسية لأعضائها في مجال حقوق الإنسان، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء عبر برامج الاتصال المرئية. ويأتي البرنامج انطلاقا من أحد أهم أهداف الجمعية في نشر الثقافة الحقوقية ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المعنية بالتعريف لمبادئ حقوق الإنسان وأساسياتها، إذ ستحتوي على عدة محاور تتناول نشأة حقوق الإنسان تاريخيا وتعريفها ومبادئها الأساسية، فضلا عن موقعها في القوانين وآلية حمايتها على المستويين الوطني أو الدولي. ولتفاصيل أكثر حول البرنامج التدريبي كوادرنا الحقوقية، ينضم معنا عبر الهاتف عضو الجمعية المرصد لحقوق الإنسان المهندس علي تولفت. مساء الخير أستاذ علي، بداية ما هي الأنشطة التي سوف يتضمنها هذا البرنامج؟ أيضا المهارة التي سيركز على تنميتها بشكل خاص؟ مساء الخير عليكم جميعا. طبعا بداية أوجه تحية للأستاذ علي الرميحي وزير شؤون الإعلام ولجميع الجهود الإعلامية المبذولة من قبلكم. جاءت فكرة البرنامج كوادرنا حقوقية بناء على اجتماع لأعضاء جمعية المرصد لحقوق الإنسان من أجل وضع خطة فعاليات وبرامج الفترة القادمة. تم تقديم اقتراح هذا البرنامج التدريبي واللي بإذن الله سيقدمه رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان الأستاذ محسن نغريري. بإذن الله بتضمن البرنامج المحاور التالية: نشأة حقوق الإنسان وتعريفها، موقع حقوق الإنسان في القوانين، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، الآليات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان. بإذن الله بيكون على مدى يومين 7 و8 يوليو في تمام الساعة 8 مساء. نعم. وتماشيا مع الأوضاع الراهنة لأزمة الكوفيد-19 بيكون البرنامج عبر تطبيق زوم لأعضاء الجمعية والمتطوعين والجمهور بشكل عام. البرنامج بيكون تفاعلي تشاركي بين جميع المشاركين، ما بيكون مجرد محاضرة اعتيادية روتينية. بإذن الله بيكون يحتوي على الجوانب العملية والنظرية عن طريق عدد من التكليفات والفيديوهات والأفلام الحقوقية اللي بيقوم المشارك بالاطلاع عليها. وبنختتم البرنامج بإذن الله بامتحان قصير حول المادة العلمية للتأكد من فهمها واستيفاء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. طيب أستاذ علي، في نظرك ما مدى أهمية نشر الثقافة الحقوقية على الفرد والمجتمع؟ ثقافة حقوق الإنسان جدا مهمة، لأنها تغرس في النفوس حب واحترام الكرامة الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، وتدعو الناس إلى الاحترام المتبادل والمساعدة الجماعية.
والتأقلم مع حاجات بعضهم البعض، يعني بلا شك كل هذا يعزز من مبدأ حقوق الإنسان. نعم، كل التوفيق لكم المهندس علي تلفت، عضو جمعية المرسى لحقوق الإنسان، شكرا لك. في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الثقافة الوقائية في مجال السلامة والصحة المهنية والمتعلقة تحديدا بتطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال يوليو وأغسطس، نظم قسم السلامة المهنية بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة ورشة عمل افتراضية حول السلامة من أمراض الصيف، وذلك بالتزامن مع بدء الإشراف على تنفيذ المنشآت المعنية لقرار حظر العمل للعام الجاري 2020. وتناولت الورشة إجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وجهودهما نحو تعزيز التوعية والرقابة لضمان تطبيق أمثل للقرار في مواقع العمل وفي جميع القطاعات الاقتصادية، لما لذلك من أثر على حماية العمال من الحوادث أو الإصابات في ظل الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة في هذه الفترة من العام، حيث ينص القرار على منع تشغيل العمال من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس. مع تقليل ساعات العمل ونظام العمل بالمناوبات الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين في ظل ما يمر به العالم جراء جائحة كورونا كوفيد-19، حيث زادت أوقات فراغ المواطنين والمقيمين في هذه الفترة التي تحتاج إلى الالتزام بالجلوس في المنزل لفترات طويلة. هل لهذه الفترة جانب إيجابي وكيف استغل المواطنون أوقاتهم فيها؟ تفاصيل أوفى مع كاميرا السادسة. الفترة قاعدة في البيت في زمن الكورونا تعلمت وايد اشياء، منها تصليح تلفونات الايفون، البرمجة تعلمت وايد اشياء، السباحة، رياضة السيكل، ونزلت من وزن من التسعينات لوصلت لبداية الثمانينات. بما ان خلونا نشتغل من البيت وانا شفت يعني شغلي شفتات، صار في وقت واجد اقضيه بين الشغل وبين الاهل، صار في موازنة اكثر، صار في وقت للرياضة، أكمل الشفت على طول أطلع ألعب رياضة، يعني ما يحتاج مسافة الدرب وأنتظر لما أوصل البيت، أخلص شفتي أحاول ألعب رياضة. سبحان الله بفترة كورونا الواحد صار يركز على الأشياء اللي هي تفيد جسمه وتفيد نظامه المناعي، هيدي من ناحية الشخصية، على الناحية الاجتماعية بتعرفي شوي أنت صار ترابط أكثر مع الأولاد لأنه أنت بتعدي طول الوقت برا، وما في إلا فترة الويكند أو الفترة اللي هي بالعطلة بتكوني متواجده معهم، فصار في ساعات اكثر تقدر تتواجد معهم او تتواصلي معهم. ولدي ما شاء الله صار يعني يحب الموسيقى، صار يتعلم على آلات ثانية، وغير هذه كلها يعني صرنا نخيط، صرنا نسوي لنا حركات يعني حق البيت، ديكوريشن، حتى لو اشياء يدوية يعني حرفية نسويها نحطها بالبيت، بس كيعني ارت بالنسبة لنا صار. طبعا بهالفتره هي نحن الاطفال نموا القراءه، مثلا بنتي تحب تقرا كثير كتب، بجيب من المكتبه بجيب كتب تقراهم، وبالنسبه للصبيان بحبوا يلعبوا. طبعا التعليم عن بعد كان له حصه كبيره من الوقت اليومي، يعني طبعا بحكم الكورونا كان المدارس واقفه، والترند اللي صار كمل معاهم، يعني صار كثير اي شيء صار اونلاين، البحث اونلاين. والله يعني وضعنا فاحين في كورونا، كله قاعدين في البيت، فلازم نشوف برنامج للاطفال، القراءة صارت شيء وايد مهم، قصص، رياضة نحاول شوي في البيت، نشغل فيديوهات رياضة ونلعب رياضة. في فترة كورونا هذه زادت أوقات الفراغ عندنا، خاصة في أوقات اللي نقضيها في المنزل أكثر مع الأولاد، أوكي، فصرنا نستغل أوقات الفراغ مع الأطفال في تنمية مهاراتهم في اللعب، المهارات القراءة، الكتابة عندهم في البيت. إحنا الحين تفاهم صار أكثر بين الأسرة، بعدين في إبداعات طلعت ما كنا ندري فيها، يعني مثلا الزوج ناحية الطباخ، الأطفال يعني أنا ولدي يعني يطبخ لنا أشياء حلوة، لأن كله قاعدين في البيت، يعني
بنتي تسوي ابداعات، تسوي مثلا سويت ما سويت. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار سادسة. دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.